كان موضع احترام في الصين لعقود، إلا أنه انتقد شديد الانتقاد خلال حقبة ماو، بيد أن الفيلسوف كونفوشيوس الذي كان ذواقة في حينه يعود بشكل غير متوقع إلى البلاد من خلال فن الطبخ بفضل طهات يطمحون إلى اعتماد التقليد وتطويره. فوقع الاختيار بطبيعة الحال على كوفو، مسقط رأس الفيلسوف، بجهد من أصحاب المطاعم الواقعة في أزقة المدينة القديمة. المطبخ الصيني الكونفوشيوسي صحي ويطيل الحياة نظراً لجودته ولطريقة إعداده. فالمطبخ الكونفوشيوسي يؤكد أنه يستوحى من أطباق أعدت خلال قرون في كوفو من قبل عشرات الأجيال من ذرية الفيلسوف المعروفين باسم كونغ، المأخوذ من كونغزي الاسم الصيني للفيلسوف، والذين كانوا يعيشون في الأجنحة السكنية للقصر الضخم الذي شيد له، وكانوا على علاقة وثيقة بالأباطرة، وقد طوروا على موائدهم طبخاً أنيقاً ومرهفاً من أجل تكريم الوجهاء الذين يحلون ضيوفاً كباراً عليهم، على ما يؤكد مروجو فن الطبخ الجديد هؤلاء.